صباح الخير أعزائي المتابعين، مفتاح الفن الصباح لشركة وينزر بروكر. هيضم لكم كريم مجد اليوم 30 نوفمبر 2020، ونتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن مؤشر داو جونز. تداولات محايدة لمؤشر داو جونز يوم الجمعة الماضية وأداء سلبي خلال التداولات الصباحية ليوم النهاردة، وده طبعا نتيجة حركات تصحيح بعد الارتفاعات الكبيرة خلال الفترة الماضية مع ارتفاع شهية المخاطرة نتيجة التوصل للقاح لفيروس كورونا من أكثر من شركة، والاقتراب للوصول للقاح نهائي يكون كمان قابل للتنفيذ في الأسواق، وده طبعا أدى لارتفاع شهية المخاطرة بشكل كبير. دي كانت أهم الأخبار، ما كانش عندنا بيانات هامة، والنهاردة هنكون في انتظار بيان وحيد هو مؤشر مبيعات المنازل المعلقة الشهري لشهر أكتوبر، متوقع عليه 1% مقارنة بالشهر الماضي إن كان سالب 2.2%. دي كانت أهم البيانات وأهم الأخبار، ولذلك خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشارت وتوقعاتنا ليه على مدار اليوم النهاردة. زي ما احنا شايفين طبعا اداء المحايد بعد الارتفاعات الكبيره لمؤشر داو جونز، ومره اخرى كسر نقطه 29770 علشان عايز يقوم بحركات تصحيح، وده واضح جدا معانا. اداء سلبي على الاي ام اي على السار، تقاطع المتوسطات السعريه الاسفل، اداء سلبي على الفلات تريند وحتى مؤشر الاستوكاستيك، ولكن هل يقدر يبتعد كتير داو جونز؟ ده اللي هنتابعه معاه مع كسر نقطه نقطه، ولذلك نتوقع مزيد من الاداء السلبي ولكن بشرط كسر 29450 علشان يروح لل 160 وراها 28880. مره ثانيه الاداء الاكثر توقعا هو سلبي، ولكن هنكون حذرين لانه في اطار حركات تصحيحيه، وده هيتحقق بكسر 29440 علشان نروح لل 160 وراها 28880. السيناريو الاخر المعاكس هيتحقق بكسر 30 فلات علشان يروح لل 320 وراها ال 565. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، بتمنى لكم اكيد يوم تداول امن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.